بالمناسبة دي يا باشمهندس نصر، هسألك عن معلومة أنا عارفها هنا في البرنامج وممكن تقول لي صح أو غلط أو منقوصة. هل مجلس إدارة الإسماعيلي، هل رئيس نادي الإسماعيلي تواصل معه النادي الأهلي بخصوص عمر الساعي وجلسوا أو اتفقوا أو تفاوضوا فيما يخص عمر الساعي واستعارة 2 لعيبة من النادي الأهلي وكل هذه التفاصيل، ولا الأهلي لم يتحدث أبدا فيما يخص عمر الساعي؟ لا بص، أنا مش حابب أتكلم في المواضيع دي واخد بالك أنت، لكن ما نقدرش نقول ان في مفاوضات بشكل مفاوضات، واخد بالك؟ وفي كلام حوالين لعيبه وفي كلام حوالين ارقام، الكلام ده ما حصلش خالص، خد بالك، لا مع الاهلي ولا مع غيره، بس عشان تبقى عارف يعني. لكن لان احنا طبعا في ظل الظروف اللي كنا فيها ما كانش يجب ان احنا نتكلم في امور غير لما الامور تستقر، واخد بالك انت، ونعدي الكام مباراه اللي كانت الاخيره ديت على خير. فكنا مأجلين كل كلام في أي حاجة يعني اللي بعد المرحلة اللي احنا بنمر بيها يعني. فالحمد لله احنا عدينا على خير. في مسألة الدوري بنتطلع بقى ان احنا نبدأ إعداد للموسم اللي جاي. بنبص على ايه اللي هنعمله، اللعيبة اللي هتستمر واللعيبة اللي هتم توجيه الشكر اليوم واللعيبة اللي هتعرض للبيع واللعيبة اللي ممكن تتفاوضوا على معاها. واخد بالك؟